يذكر الفقد بالغالي وسيرته، قولا وفعلا وحالا من ذرى عممي، فرع لأصل علا بالمجتبى قمما، أنعم به من أصيل طاهر الذمم. أب عطوف وزوج صالح سند، جد رؤوف وصهر صائن الحرم، خل دليل على الخيرات رائدها، إلى الذرى بسنا منهاج مقتحم. صلوا على المصطفى الهادي وعترته، ما حن قلب إلى الخضراء والحرم، ما اشتاق صب لأحباب له رحلوا، أواه هل من عزاء في دون العدم. يذكر لازلنا معكم مشاهدين الأفاضل في الجلسة الثالثة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لمؤسسة الإمام ياسين رحمه الله. نعتذر عن انقطاع البث، سنعود لاحقا لمتابعة مداخلة الأستاذ عاهدي، ونمر مباشرة لنربط الاتصال بالمداخلة الثالثة. إن المنظومة التربوية التي أثلها الإمام ياسين رحمه الله تتغير أهدافا كبرى ومقاصد سامية، حيث لا ينفك مصير الفرد فيها بمصير أمته بالمصير الجماعي. هي تربية متوازنة شاملة لكلية الفرد والجماعة من أجل بناء أمة شاهدة بالقسط لأداء مهمتها التاريخية تجاه الإنسانية وتجاه العالم ككل، صونا لها وتحقيقا لأمانها. أنتقل بحضراتكم مشاهدين الأوفياء إلى أرض تنسمنا عبير ياسمينها في الربيع العربي ورددنا ولازلنا نردد أبيات قاسمها إذا الشعب يوما أراد الحياة. فنربط الاتصال بتونس الخضراء ومع المحور الثالث تحت عنوان البعد الإنساني في التربية الروحية بين الذاتية والكونية. هي ورقة سيلقيها بين أيديكم الأستاذ الدكتور البشير السيود. هو حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة، شهادة في الإعلامية والوساطة الرقمية، يدرس علم المناظرة والجدل والاستشراق بالمعهد العالي لأصول الدين. له العديد من البحوث العلمية، هو عضو بهيئة التحرير لمجلة مدارات العلمية. أنجز ندوات فكرية في الإذاعة الثقافية المباشرة. هو عضو مؤسس وناشط بالرابطة التونسية للأدباء والمفكرين. فدكتور بشير السيود، مرحبا بك ولتتفضل. مشكورا. السلام عليكم. في البداية أتوجه بجزيل الشكر لمؤسسة الإمام عبد السلام ياسين لتمكين المشاركة في مؤتمرها الدولي تحت عنوان البعد الإنساني في الفكر الإسلامي المعاصر الإمام عبد السلام ياسين نموذجا. كما أشكر كافة القائمين على هذه المؤسسة البحثية، وأخص بالذكر الصديق الدكتور أحمد الفرار الذي ما فات يذكرني ويعيد ارتباطي ببلد الثاني المغرب، إذ كنت من بين طلبته يوما بجامعة حمد الخامس بالرباط. وبالمناسبة أترحم على أساتذة هناك الدكتور سالم يفود والدكتور محمد عبد الجابري والدكتور عزيز الحبابي والدكتور محمد القيدي، وأسأل الصحة والعافية الأحياء الدكتور قاعد الرحمن والدكتور حمد النقاري والدكتور عبد السلام بن عبد العالي. سيكون عن مداخلتي البعد الإنساني في التربية الروحية بين الذاتية والكونية، كتاب الإحسان لعبد السلام ياسين نموذجا.
أن تناول مسألة العرفان عموما ومسألة التربية الروحية على وجه الخصوص يثير مفارقة لا تنفك وتستحث النظر الفلسفي والتأمل الصوفي، إذ يذهب البعض إلى اعتبار التصوف ضربا من اكتفاء الوعي الروحي على ذاته بحثا عن الخلاص الفردي، بما يعني التحلل من المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه المجتمع والإنسانية، مما يجعل الفكر الصوفي إزاء مفارقة صادمة تمثل في تحوله من أساس انعطاق الروح والوجداني إلى مرتكز يستند إليه لتدبير سيرية المثقف واستقلاليته السياسية والاجتماعية. ومقابل ذلك يرى آخرون أن التصوف ليس استجابة لمستلزمات التربية والبناء الروحي للفرد فقط، بل يمثل بالخصوص شرطاً للحصانة الروحية وأساساً للمناعة والطهارة الوطنية، وهو ما تضمنته طروحات الكثير من الأقطاب الصوفية وسيرهم، إذ نجد انفتاحاً للوعي الصوفي وإدراك لمستلزمات الانعطاف الاجتماعي والسياسي الذي يجسم وعياً بالطهارة وتطلعاته لتحقيقه. فالتربية الروحية تمثل بهذا المعنى تجسيداً لرؤية حضارية للتصوف تتجاوز البحث الذاتي للانعطاق وتطلع إلى التحرر الوطني والسياسي، وهذا يستدعي إعاقة النظر في مسائل التصوف لتجاوز القطبية التي تقوم على المقابلة بين هذين الدورين للتربية الروحية الذي لم ينفك يأسران الفهم ويعوقان ارتقاء الفكر العربي المعاصر لتأسيس وعي أعمق حتى تستجيب للحاجة الروحية والفكرية للعصر وتمكن من تحقيق تطلعات ورهانات التحرر المجتمعي في بعد الإنساني. لذلك ارتأينا الاستغاثة على المسألة التربوية الروحانية في بعد الإنساني وما تطرحه من قضايا تتعلق ببناء الإنسان، فكيف السبيل يتخلص من العوائق التي أدت إلى تناقضات في النظر وما زقت في العمل؟ وهل يمكن للتربية الروحية أن تحقق الوحدة الفكرية المطلوبة ضمن رؤية تحفظ التنوع والاختلاف والخصوصية في أفق الوحدة الكونية للفكر الإنساني؟ أن التصوف كما يبدو لنا يتعدى كونه ممارسة طرقية وبحث تيولوجي صرفا إلى كونه رؤية حاملة لطرح الأنطولوجي وتصور الوجود، ومن ثم فإن مواجهة البحث في المسألة الروحية والعرفية تستمد من كونه إسهاما في عائلة النظر في دور التربية الروحانية في تشكيل المجتمعات وتحسينها روحيا وثقافيا من كل فعل تجريدي للعولمة. وإن ساعة المقاربات رواد الإصلاح والتجديد لمسألة التصوف باعتبارهم متمثلي أهم التراث الإسلامي ومن أكبر أفد التربوية الروحية باعتباره أساساً للتربية الروحية ومكتكز للطهارة الوطنية والانعطاق الإنساني، تسعى هذه المقاربة إلى فهم المسألة الروحية ضمن سياقها الوجودي والعرفاني في بعدها الإنساني وتوظيف الجدل القائم حول التربية الروحية وكيفية الاستلهام من مختلف المدارس العرفانية دون الارتباط بالمشروط بها، إذ أنه جدير بنا اليوم أن نتطلع إلى التحرر من أثقال الماضي دون القطع معه أو التقيد به، مع الحرص على إدراك المسألة الروحية في سياق التاريخ العربي بكل خصائصه الاجتماعية والثقافية التي كانت تحيط بتراثه. لذلك يجدر بنا أن نتطلع إلى استيعاب وتجاوز المقاربتين لمسألة التصوف والتربية الروحية. تتمثل المقاربة الأولى في قراءة للتصوف ضمن السياق العربي والإسلامي، ويتبنى هذه المقاربة أبرز مفكري النهضة العربية مثل عبد الرحمن الكوافي وعبد العزيز الثعالبي ومحمد عبده الذي عمل على تطوير الفكر الصوفي السائد وتوظيفه كأداة مقاومة ضد الإطماع الاستعماري، مقاربة تنادي بالتجديد وترك التقليد في إطار التحدي الحضاري الغربي بجميع أشكاله وكافة أبعاده، وهو تصور قريب من موقف الإمام الغزالي الذي يعتبر أن جميع حركات المتصوفة وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة، والجني الذي يعتبر لكل أمة صفوة وصفوة هذه الأمة الصوفية، ونجد خلاف ذلك موقفا رافض التصوف وينظر إليه بعين غريبة بسبب بعض الممارسات الطرقية التي انحرفت بالتصوف على المستوى الأخلاقي أو السياسي. ونذكر من علامة هذا الموقف ابن تيمية خاصة الذي يعرف التصوف تثاقلا إلى الأرض وبدعا تحجب نور النبوة، لأن مرجع ظهوره سلاطين الموالي من غير العرب والمؤثرات المسيحية التي سربت من ترجمة كتب الفرس والهند، فسعى إلى التمييز بين الأصل والطاري في الدين الإسلامي. إن عجز هاتين القراءتين على بلور تصور لكيفية تشكيل الوعي الروحي أدى لظهور مواقف أخرى تسعى لتجاوز خيبة العقل التقليدي كموقف طه حسين وزكى نجيب محمود الذين يحاول التوفيق بين الإرث الثقافي والفكر المعاصر، وقد أفضى منهجهما إلى تشويه رؤيتهما في التفكير والتعبير والحد من نجاعتهما وفاعلتهما الحضارية. لذلك وأمام فشل أغلب القراءات في التأسيس للتربية الروحية والمرجوة، فإنه لا خلاص للإنسان المعاصر إلا بالنفاذ أولا إلى أعماق التجربة الإيمانية ثم التوسل ثانيا بالمنهج العقلي القادر على توفير شروط النجاح،
وفي هذا الإطار يعد الشيخ عبد السلام ياسين وتحديدا من خلال كتابه الإحسان بجزئيه الأول والثاني نموذجا معاصرا عالجا المسألة التربوية في بعد الإنساني متجاوزا ضيق التفكير بعض الفرق الدينية والحركات الإصلاحية إلى رحابة الوجود وسعته، أي أنه ارتحل بالمسألة التربوية من البعد الفردي إلى البعد الإنساني. فما الرسالة التي يسعى الشيخ ياسين لتبليغها وفيما تتمثل طرفتها وجدتها؟ يفتتح الشيخ ياسين كتابه بمجموعة من الآيات القرآنية التي تنص على التقوى، وهما يحدد مسار كتابه كله الذي جاء في شكل نداءات ومواعظ وبعبارة الهدف منها العودة بالإنسان إلى الفطرة، أي إلى النقاء والطهر، حتى يتمكن من الالتحاق بعالم الروح والعجائب وعجائب القلب. لكن هذه العملية ليست يسيرة لأنها تتطلب مجاهدة وكدحا وترياقا خاصة بالقلوب لتتجاوز خواءها الروحي، كما يحدد الشيخ في مقدمته التي كتبها ليلة 27 من رمضان تبركا وتيمنا بهذه الليلة من الدجالين الذين حاد بالتصوف من رسالته التربوية أو حاد بالتصوف عن رسالته التربوية ذات البعد الإنساني الحقيقة السحرية التي تحقق لهم الأرباح المادية وتفرغ التصوف من مضمون السلوك الحقيقي ورسالته الإنسانية. يعتبر كتاب الإحسان كتابا وعظيا تذكيريا مقتضبا في مسماه يسيرا في معناه، لكنه يستوجب إرادة وعزيمة الالتزام بأهدافه ومعانيها المستمدة من النص القرآني والسيرة النبوية والصحابية. فالإنسان الذي انتقل من أحسن تقويم إلى أسفل السافلين يحتاج إلى المعالجة والمداواة في دار الامتحان من خلال تجاوز الإسلام الثقافي إلى الإسلام السلوكي العملي، وفي ذلك إحياء وتذكير بالقيم والمبادئ الإسلامية السامية والفاعلة. تكمن نقطة قوة هذا الكتاب في حسن اختيار المادة أو الرقائق المستمدة من كتب قيمة تبحر أصحابها في فهم الدين فأدركوا معانيه الحقيقية النبيلة وأنزلوه إلى أرض الواقع، فجمعوا بين معرفة الله وطاعته أي بين النظر والممارسة. يهدف الشيخ ياسين من خلال كتابه إلى إعادة بناء الإنسان وتحقيق الثورة الأخلاقية قصد بلوغ مرحلة الإنسان النموذج أو الإنسان الكامل القادر على حمل رسالة الاستخلاف في الأرض استجابة للنداء الرباني والأمر الإلهي. لكن رغم ما يتطلبه هذا المنهج من كدح ومجاهدة فإن أغلب الأفراد يعجزون عن كسب سبيلها لغياب الإدراك العميق للجانب الروحي والرؤية الواضحة للممارسة والقيم والفهم العملي والتطبيق للمنهج العرفاني، فيصطدم هذا الطموح بالعراقيل الاجتماعية والعوائق الذاتية. يتمسك الشيخ ياسين بضرورة توفر الدليل الروحي لكل شخص يساعده على تجاوز القحط الروحي والعطش الوجداني، لأن الإنسان بمفرده مهما أوتي من علم سيظل عاجزا عن الاهتداء إلى سواء السبيل. وقد ضرب مثلا شيخ الإسلام الغزالي الذي كان يتمتع بمكانة علمية وفقهية ومادية متميزة في بغداد، ومع ذلك ضاقت به السبل فغادر بغداد عليلا سقيما متخليا عن المنصب والجاه بحثا عن شخص يأخذ بيده وينقذه من ضلاله. تصور الغزالي في البداية أن سبب المأزق للتردي فيه انغماسه في المعرفة والفقه وقضايا الناس وابتعاده عن القرآن، فقرر ملازمته، لكن شيخه رفض هذا الحل وأعلمه أن سبب الشقاء هو غياب الذكر والتهليل والتكبير في حياته اليومية. وبعد ذلك تأتي مرحلة تلاوة القرآن كمدعم لهذا المسار. لقد اتضح الغزالي بأن القرآن ليس فاتحة العبادة بل لحظة اكتمالها، فهو عملية تتويج للأذكار بعد أن لان القلب وانفتح لعظمة الآية القرآنية وجلالتها. انتبه الشيخ ياسين بأن المجتمع الإسلامي أصبح يعاني من غياب الشخص القدوة والنموذج في المحيط العائلي والاجتماعي، وفقدان المرجع الذي يمثل القوة المعنوية للأفراد والدافع نحو الالتزام الديني والانضباط الأخلاقي، وهو ما يعني مخاطر اختفاء النمط التربوي التقليدي المبني على هرمية العائلة والمجتمع وظهور النمط التربوي الحديث المبني على وسائل الاتصال بمختلف فروعها وروابطها والتي لا تؤمن بمناهج الشيوخ. كان الواعظ مربيا، كان المدرس مربيا، كان الجار للجار وإمام المسجد وعائل الأسرة مربيا. لذلك يؤكد الشيخ ياسين بأن البناء الإنساني لا يتحقق على وجه الأفضل إلا في إطار عارف روحاني يوفر للفرد الحصانة الروحية والامتداد الاجتماعي حتى لا تكون تربيته الروحية ضعيفة ومهتزة فتناقض مع السلوك السوي والرسالة السماوية. وما فتئ الشيخ يذكر باجتهاد العلماء وإدراكات من النص القرآني وشرح من السنة النبوية لتوجيه الفرد وحمايته من انفلات أخلاقي أو الانغلاق الذاتي. إن التربية الروحية الأصيلة حسب الشيخ عبد السلام ياسين تقتضي عارفا روحانيا وعزما فرديا
وإرادة جماعية تدفع نحو العطاء للذات والأسرة والمجتمع والقيم الإنسانية النبيلة، فهي ليست عملية عادية وبسيطة، بل تحتاج إلى الفعل والمجاهدة والصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وهو ما يعني تحقيق شخصية المؤمن الرسالي والإنسان المستخلف الأرض إعمارا لها وزرعا لقيم الخير، يحدوه الأمل في الفعل والإنجاز متجاوزا الخطاب النظري الفوقي المفعل، وبذلك يكون شاهدا على نفسي وعلى الناس وعلى التاريخ، فينتقل من حالة العجز إلى حالة العزم ومن الذاتية إلى الكونية في بعدها القيمي والإنساني. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعليكم السلام، ونشكر في هذا الإطار جمعية صاحب الطابعة التي تطوعت بتسجيل هذا الفيديو. والسلام عليكم. شكرا جزيلا دكتور السيود على عرضك القيم المتماسك. يدعو الإمام رحمه الله العالم المتعقل إلى حفظ كرامة الإنسان وصونها عبر تفعيل نداءات المشرك الإنساني، فما عادت تجدي النداءات الأحادية المنزوية على ذاتها المتعالية على غيرها ما لم تنفتح على هذا الغير وتتعاون معه في إطار المشترك والقواسم المشتركة الكبرى من أجل بناء حضارة العمران الأخوي التي تستوعب الجميع في أخوة إنسانية متعايشة متضامنة. فكيف نحفظ هذه الحياة المشتركة؟ وما هي شواهدها من كتابات مؤسسي مدرسة العدل والإحسان؟ أترككم إذن مع المداخلة الرابعة والأخيرة من البلد الجار الحبيب، من بلد المليون شهيد الجزائر، فمع الدكتور بدران بن حسن بدران في محور المشترك الإنساني وضروراته للحضارة الإنسانية، دراسة تحليلية في أعمال الأستاذ عبد السلام ياسين. الأستاذ بدران، الدكتور بدران بن حسن، هو حامل لشهادة الدكتوراه في دراسة الحضارة والفلسفة بوترا ماليزيا، ماجستير في مقارنة الأديان والفكر الإسلامي من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، بكالوريوس الدراسات الإسلامية من جامعة بطنة الجزائر. يعمل أستاذاً مشاركاً في مقارنة الأديان وفلسفة الدين في برنامج مقارنة الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية من جامعة حمد بن خليفة، وعمل أيضاً في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا وفي جامعة بطنة الجزائر وجامعة الملك فيصل بالسعودية. له عدة إصدارات وكتب ودراسات، شارك في التحكيم في عدة مجالات ومؤتمرات دولية، ونال أيضاً عدة جوائز دولية. فليتفضل بإذن الله مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة الحضور والإخوة المشاركون والإخوة المنظمون والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة في هذا المؤتمر العلمي المهم الذي يحمل عنوان البعد الإنساني في الفكر الإسلامي المعاصر. والفكر الإسلامي بطبعه إنساني ويحمل بعدا إنسانيا، وما أحوجنا اليوم في هذا الزمن الذي تشابك فيه العالم وصار قرية واحدة أن نعمق النظر والتفكير في تثمين الأبعاد الإنسانية لفكرنا الإسلامي قديما وحديثا، وبخاصة أن الإسلام ذاته ما هو إلا رسالة عالمية. وفي سياق هذا المؤتمر ارتأيت أن أتناول بالتحليل والمناقشة أفكار الأستاذ عبد السلام ياسين عليه رحمة الله،
واخترت لذلك عنوان المشترك الإنساني وضرورته للحضارة الإنسانية، دراسة تحليلية في أعمال الأستاذ عبد السلام ياسين. تدور أفكار هذه الورقة حول تحديد مفهوم المشترك الإنساني في فكر الإمام عبد السلام ياسين عليه رحمة الله. ما هي مكونات هذا المشترك الإنساني، وما مدى ضروريته للحضارة الإنسانية، ومخاطر تجاوز هذا المشترك الإنساني أو اختطافه أو تحيزه. ولا شك أيضا أن الواقع اليوم يؤيد كثيرا طرح موضوع المشترك الإنساني، فهو موضوع الساعة، وبخاصة في ظل الأزمات والصراعات التي تعيشها البشرية اليوم، والإقصاء المتبادل فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا. ولكن علينا أن نتساءل في هذه العجالة عن المقصود بالمشترك الإنساني، أو ما الذي يمكن أن يكون مشتركا وإنسانيا؟ ما هو المشترك بين الناس؟ أي أن يكون كونيا شاملا للناس كافة ويكون إنسانيا يشتركون فيه. هل هو المشترك الأخلاقي القيمي، في حين أن الواقع يشهد صراع قيم؟ هل هو المشترك المعرفي، والواقع يشهد صراع النماذج المعرفية المختلفة، وبخاصة مع موجات الحداثة السائلة التي سالت فيها المفاهيم والمعايير والحقائق ودخلت في نسبية شبه مطلقة؟ هل هو المشترك السياسي، والعالم يشهد حروبا وصراعات وتمييزا عنصريا ودينيا وثقافيا واقتصاديا بين الشمال والجنوب، بين العالم المتقدم والعالم المتخلف، بين العالم الأول والعالم الثالث إلى آخره؟ هل هو المشترك الوجودي، والعالم يشهد صراع رؤى كونية مختلفة متصارعة، لكل منها رؤيته للخلق وللعالم وللكون وللحقيقة والقيم وللإنسان وللتاريخ؟ ما هو المشترك إذن، وما الذي يجعله مشتركا؟ هل هي ضرورته للعمران البشري وللإنسانية؟ وما هي مخاطر غياب هذا المشترك على الإنسان فردا ومجموعة؟ أو بعبارة أخرى، ما هي مخاطر غياب المشترك الإنساني على الإنسان والعمران؟ هذا ما حاولت الورقة أن تتناوله بالتفاصيل، ولكن في هذه العجالة سنحاول أن نتناول المشترك الإنساني بشكل مختصر في هذه الورقة من خلال العناصر التي ذكرناها. ولا شك باستقراء الكتابات في موضوع المشترك الإنساني، فإن المشترك بشكل عام كما خرجت إليه الورقة هو ما يتقاسمه الناس تقاسما ضروريا، بحيث إذا انعدم اختل بنيان الإنسان والعمران، أو اختل بنيان العالم كما يقول ابن خلدون. فالناس يتشاركون في وحدة أصلهم، ويتشاركون، وهذا يمنع التمييز العنصري، ويتشاركون في الوجود على هذه الأرض، وهذا يمنع أيضا الاحتراب والاستئثار بخيرات الأرض على حساب الآخرين، ويشتركون في مصيرهم الدنيوي والأخروي. لابد أن ينتهي هذا العالم يوما ما، ونذهب إلى مصير، فهذا المصير اللي هو الآخرة مشتركون فيه، كلنا سنذهب إلى الآخرة، ولكن أيضا مصيرنا في هذه الدنيا مشترك، وخاصة مع التطور التكنولوجي الذي قارب المسافات وجعلنا نعيش قرية واحدة، بحيث إذا تأثر أو وقع حادث في مكان ما تأثر بقية العالم. ولعل هذا يذكرنا بواحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
إنما جارك من تسمعه وترى، ونحن صرنا نسمع العالم كله ونرى العالم كله، فصرنا كلنا جيران، والجار مسؤول عن جاره. إذن إذا جئنا إلى الشيخ عبد السلام ياسين فإننا نجده يركز كثيرا على أن المشترك هو ما يتقاسمه الناس في الأصل والمسار والمصير. الأصل هو الإنسانية، والمسار هو العمران الذي سماه العمران الأخوي، والمصير اللي هو الآخرة، وكذلك مصير الإنسانية في هذه الدنيا على تفصيل كما ذكره في كتاب العدل وفي كتاب حوار مع الفضلاء الديمقراطيين وغيره من كتاباته التي تنبئ فعلا عن انشغاله بمصير الإنسانية بواقعنا اليوم. وذلك أن الإنسان ابن بيئته، والشيخ عبد السلام ياسين كان على وعي بأهمية أن يكتب العالم المسلم في مثل هذه القضايا. النقطة الثانية التي تناولتها الورقة، ما هي مكونات هذا المشترك الإنساني؟ ما هي مكونات؟ يعني هذا المشترك له مجموعة مكونات أو أبعاد، أو كما يقول مالك بن نبي أن الحضارة المعاصرة اليوم، الحضارة الغربية خاصة، أشعت على العالم بمنجزاتها، وأشعت بفوضاها، فجعلت من فوضاها فوضى عالمية، ومن فوضاها الفوضى الأخلاقية والفوضى البيئية والفوضى السياسية إلى غير ذلك، بمعنى وحدة المصير. إذن المصير المشترك أحد الأبعاد المكونات المهمة، والأصل أحد المكونات المهمة. إذا رجعنا إلى كتابات الشيخ عبد السلام ياسين وإلى مالك بن نبي وغيره من مفكري المسلمين في العصر الحديث، نجد أن أهم مكونات المشترك الإنساني هي وحدة الأصل. فالله سبحانه وتعالى خلقنا من أصل واحد من آدم، ونحن أبناء آدم، فنتشارك هذا الأصل رغم اختلاف مواقعنا وألواننا وألسنتنا وأشكالنا، لكن الأصل واحد. وهذا الأصل يجعل الإنسان كمفهوم إنسان واحد، بغض النظر عن تراتبيته الاجتماعية أو لونه أو شكله أو جنسه، وكلنا أبناء آدم، وهذا يجعل حلولنا ومشكلاتنا مشتركة، وخاصة في ظل العامل التكنولوجي وتدفق المعلومات ووحدة الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية. النقطة الثانية أو البعد الآخر، وحدة المصير. نحن الآن مهددون في مصائرنا بشكل مشترك، وخير مثال على ذلك هو فيروس كورونا الذي جعل العالم كله أمام مصير واحد، بل أن حتى الحلول لهذا المصير هي حلول واحدة، فالكل يسعى إلى إيجاد هذا اللقاح. ولذلك كان من النقاط التي ركز عليها الشيخ عبد السلام ياسين ومالك بن نبي وغيره هو وحدة المصير في هذه الدنيا وفي الآخر، فنحن نتقاسم مصير الواحد، وعلينا أن نتخلى عن ذهنية الاستعمار وعن ذهنية القابلة للاستعمار، وندخل في حوار لحماية هذا المشترك. النقطة الأخرى أو الركيزة الأخرى هي الفطرة. هي الفطرة، الفطرة عنصر مشترك بغض النظر عن ما أجدالت الشياطين من كثير من الناس فجعلت الفطرة تتفكك أو تمحى أو يتعدى عليها، لكن أصل الفطرة موجود وهو إنسانية الإنسان. غياب الفطرة كما سنرى هذا مشكلة كبيرة تؤدي إلى اختلال توازن الإنسان والحضارة الإنسانية. الأمر الآخر المشترك أو المكون الآخر للمشترك الإنساني هو الخبرة الحضارية، أو ما سماها مالك بن نبي الحضارة الإنسانية، أو ما سماها ابن خلدون العمران الإنساني، الاجتماع الإنساني والعمران البشري، أو ما سماه الشيخ عبد السلام ياسين الحضارة أو العمران الأخوي، بمعنى أن الناس كلهم يتشاركون في هذا البناء الإنساني العام، ولم يعد
بإمكان أي مجتمع أو أي إنسان أن ينفرد بصناعة مصيره لوحده. فهذه الخبرة البشرية التاريخية منذ وجد الإنسان على هذه البسيطة إلى اليوم هو ميراث مشترك لا ينبغي غمطه أو اختطافه أو الاستيلاء عليه، بل هو جزء من الخبرة البشرية علمية، سواء العلم، سواء النظم التي طورها الإنسان، سواء طرائق العيش أو القيم، ككل هذا ميراث إنساني ينبغي الحفاظ عليه. فهذه هي مكونات المشترك الإنساني من خلال قراءتي لما كتبه الشيخ عبد السلام ياسين في كثير من كتبه. النقطة الثالثة التي أردت أن أثيرها هي مدى ضرورية المشترك الإنساني للحضارة الإنسانية. غياب هذا المشترك الذي هو ضروري لاستقامة العمران واستقامة الإنسان يؤدي إلى مخاطر ثلاثة، يؤدي إلى مشكلات ثلاثة، يؤدي إلى اختلال معايير الحقيقة. إذا لم يكن بين شيء مشترك فإنه يصعب التواصل والحقيقة تصير حقائق ليس حقيقة واحدة، وهذا يؤدي إلى النسبية المطلقة، والنسبية المطلقة أيضا تؤدي إلى تفكيك الحضارة الإنسانية، ويؤدي ذلك إلى القطيعة. إذن المشترك الإنساني ضروري للحضارة الإنسانية لاستبعاد اختلال معايير الحقيقة، لاستبعاد النسبية المطلقة، ولاستبعاد القطيعة، ولاستحضار الكليات، ولاستحضار الحق المطلق، ولاستحضار التواصل باعتبارها أعمدة ضرورية حتى تقوم الحضارة، وإلا انعدمت الحضارة الإنسانية المشتركة. من مخاطر النقطة الرابعة، مخاطر تجاوز المشترك الإنساني يؤدي إلى أولا غياب أو فقدان إنسانية الإنسان، فساد الفطرة ومحوها والخروج عليها كما يقول أستاذنا طه عبد الرحمن، إخفاق الضمير الإنساني كما يقول مالك بن نبي، حيث تقدم العلم وتأخر الضمير. النقطة الثانية من العنصر الرابع أن غياب المشترك الإنساني يؤدي إلى التنازع واختلال بنيان العالم، إذا استعملنا التعبير الخلدوني، من خلال الصراعات والحروب، ومن خلال الفساد الكوني، فساد البيئة الذي نشهده اليوم، الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة والتصحر والفيضانات وشح المياه إلى غير ذلك. وكذلك يؤدي غياب المشترك الإنساني يؤدي إلى زيادة في اختلال التوازن بين الأغنياء والفقراء. هذه النقاط بشكل مختصر هي ما بسطته في الورقة من خلال النظر في كتابات الأستاذ عبد السلام ياسين عليه رحمة الله وكتابات بعض المفكرين المسلمين الآخرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. شكر الله للدكتور بدران بالحسن الذي أجاد وأفاد وهو يقدم بين أيديكم مشاهدين الكرام مقدمات بانية لضرورة المشترك الإنساني في البناء الحضاري. الشكر موصول للدكاترة الفضلاء على مداخلتهم القيمة، أملنا أن تجد لها صدى وترجيعا من خلال مشاركتكم، إثراء للمادة وإغناء لها وإثراء للموضوع وإثارة للنقاش أيضا بإذن الله. إذن أمر مباشرة معكم أيها الحضور الكرام عبر الغرف المخصصة أو أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفتح باب المداخلات، فمرحبا بمشاركاتكم وبإغنائكم بإذن الله. لكن قبلها نتوافق على أن المدة الزمنية المخصصة لكل مداخلة، وفعلا سوف أكون كريمة جدا في العطاء، سوف يخصص ساعة بإذن الله إلا 58 دقيقة، يعني مداخلة تحت السقف دقيقتين بإذن الله لكل متدخل، أظنها بإذن الله كافية. فنمر بإذن الله إلى أولى المداخلات مع الدكتورة رجاء الرحيوي، فلتتفضل مشكورة. مرحبا دكتورة رجاء.
آمل أن يتم ربط الاتصال بالدكتورة رجاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المشترك الإنساني الذي يبني حضارة هو مطلب العدل، وهو مطلب إنساني يحرره ويعتقه من ربقة العبودية والقهر والظلم المستشري المتنفذ إلى حدود أن يحول بين العبد وربه. بغض النظر عن عرق هذا الإنسان أو دينه أو لونه أو جنسه، فقد انتصر الأستاذ عبد السلام ياسين إلى هذا الإنسان المستضعف، إذ يقول: وإن ما أوجبه الله عز وجل على المؤمنين من القتال من أجل المستضعفين يهدف بالنية الواعية إلى إزالة عوائق الظلم عنهم، لتتأتى لهم فرصة الاستماع لبلاغ الإنذار وبيان بشارتي، فلا يسمع المشغول بقوت يومه من يحدثه عن غد بعيد. إذن فهذا الإنسان المستضعف الذي يتفتق من رحم واحدة وتجمعنا به رحم واحدة، والذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان اتقوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يعقب الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله: تسألون عن رحم الآدمية، هل أديتم حقها في مقدمة حقها البلاغ والبيان والشهادة بالسلوك النموذجي والإحسان والجهاد الدائم لكشف عوائق الظلم حتى يسمع الناس جميعا كلام الله تعالى؟ ومن ذلك: فما السبيل لحضارة مبناها عدل شامل وغير هامل، وسنامها إحسان للخلق، كل الخلق عام ومتكامل؟ وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتورة رجاء على هذه المداخلة المركزة. نمر بإذن الله بنفس المدينة، بمدينة فاس، مع الدكتور عبد الباسط مستعين. أمل أن لا تقضي دقيقتين دكتور عبد الباسط. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البداية أحيي وأشكر مؤسسة الإمام عبد السلام ياسين للأبحاث والدراسات على هذا المحفل العلمي القيم، وأود الإشارة إلى نقطة مهمة جاءت على لسان المتدخل الأستاذ عاهدي، وهي فهم مستويات خطاب الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله. فلكل مرحلة مضمون، أو لمرحلة معينة مضمون خاص، خاصة ما بين مرحلتي ما قبل الدولة وما بعدها. وهذا ما يفسر لنا سعة آفاق خطاب الإمام المجدد، فهو يقول رحمه الله فيما ورد في كتاب نظرات في الفقه والتاريخ: ما مضمونه أن قصورنا المرحلي لا ينبغي أن يحجب عنا أو يعيقنا عن التطلع لغد مشرق وأفضل، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الموعود أو الموعود القرآني والبشائر النبوية التي تبقى، ولا ينبغي أن تكون، أن يأخذ المؤمن ما أخذ اليقين. وبناء عليه أطلب من الدكتور محمد رافيع وكذلك الأستاذ عاهدي توضيح أكثر لواقعية خطاب الإمام في ظل ظروف دولية تبدو فيها موازين القوى المادية راجحة لصالح الاستكبار العالمي وأدنابه وسدنته من أنظمة الاستبداد المحلي، خاصة الدول العربية والإسلامية. نقطة ثانية تخص مداخلة الأستاذ حمدان، أشار إلى أن المشترك الإنساني في فكر الإمام يكمن خاصة في وحدة الأصل والمسار والمصير. كيف السبيل لإقناع طائفة واسعة من غير المقتنعين بخطاب الآخرة
بهذه النقطة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عسدر حياك الله أستاذ عبد البسط. أمر إلى الأستاذ عبد المجيد الهجوجي من مدينة وجدة. بسم الله. تفضل أستاذ عبد المجيد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لمؤسسة عبد السلام ياسين على تنظيم هذا المؤتمر الدولي العلمي. شكر الله للمتدخلين خلال هذه الجلسة الشيقة. ستكون مداخلتي مرتبطة بما طرحه الأستاذ شعيب عاهدي حول العلاقات الدولية وسبر أغوارها وموضوع حقوق الإنسان. أقتطف هنا كلمة للإمام رحمة الله عليه وهو يتحدث عن وعي الصحابة وعمق إحساسهم بالمشترك الإنساني، فقال في كتاب العدل واصفا الصحابة: لم يكن وعيهم بوجودهم وعيا سلبيا يحدده وجود الآخرين المعادين المغايرين، بل كان وعيا إيجابيا فاعلا منبعثا في الدنيا لتبليغ رسالات الله إلى الإنسانية جمعاء. لعل هذا الوعي الذي كان عند الصحابة وإحساسهم بالمشترك الإنساني وإنقاذ الإنسانية جمعاء لهو محدد أساس وضروري، خاصة في ظل تعقيدات العلاقات الدولية وحجم التحديات التي تمر بها الإنسانية. لعل أحد الحكماء يقول: لن تكون عادلا ما لم تكن إنسانا، فالإنسانية مطلبنا. لأتفاعل مع الدكتور شعيب عاهدي بسؤال حول كيف يمكننا بناء تحالف أو أن نصنع اصطفافا عالميا للوصول إلى أو تعزيز هذا المشترك الإنساني. ثم هل يمكننا القول وهل الرهان على البعد الإنساني لوحده هو كافي للم شمل الإنسانية وتحقيق السلم والأمن والاستقرار الدوليين بالنظر لحجم التحديات والتعقيدات والصراعات المتزايدة؟ وشكرا لكم. شكرا جزيلا. يبدو أنه كان معنا الأستاذ عبد الحق بن قادة. إذن أمر مباشرة إلى مشاركة الأخيرة مع الأستاذ عبد الحق دادي من مدينة مكناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نتشرف جميعا بحضور هذه الجلسة الماتعة في الذكرى التي دائما تبقى حضورا ذهنيا وجسديا مع الإمام رحمه الله، وأبقاه معنا بروحه وكذلك تصوره وإدراكاته التي بثها فينا. عندي بعض ملاحظتين وفي نفس الوقت هما سؤالين. الملاحظة الأولى تتجه إلى تحديد مفهوم المشترك. المشترك الإنساني هو تحديد يسبقه عمل جبار، ذلك أن هذا التحديد يتجه للإدراكات والوعي والتصورات. أولاً يتجه إلى الوجود المعين، وهو الوجود الذي تحدث عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ثم الوجود المشروط وهو وجود العبودية، ثم الوجود القائم على قائمة على علاقة التسوية الطبيعية. فأي وجود مشترك يمكن أن تتفق أو نضعه كمنصة للتواصل
ومنصة للالتقاء مع جميع الأطراف، علما بأن هذا المبحث يتجه إلى عمق في الفلسفة الوجودية، سيما وأن هناك اختلافات جوهرية في هذه المعاني الثلاث، في الوجود المعين والوجود المشروط والوجود على قاعدة التساوي الطبيعية. هذه الملاحظة هي في ذاتها سؤال. ثم الملاحظة الثانية هي مفهوم العلاقات الدولية. من المعلوم أن قاعدة التغيير عند في المنهاج النبوي تتجه إلى طرح مجموعة من المحاور الأساسية. المحور الأول هو مفهوم الدولة، ثم مفهوم السياسة، والسياسة تتجه إلى العزل بين مفهوم العدل والإحسان، أو الإقران ومزج بين العدل والإحسان، ثم مفهوم المسؤولية الموضوعية والذاتية، ثم مفهوم العلاقات الدولية على قاعدة دولة الخلافة. إذن لا يمكن أن نتحدث إطلاقا عن مفهوم العلاقات الدولية بتركيبة الدولة المدنية، بل هو قمة، هو خلاصة وإنتاج لدولة الخلافة، وهي خلاف دولة الدولة المدنية أو الدولة القطرية. إذن المشروع، هنا سؤالي لي في إطار العلاقات الدولية، إذا كانت العلاقات الدولية كلها تنبني على قوائم أساسية، منها المناورة السياسية، منها انعدام الأخلاق وانعدام التحالفات وعدم الخضوع لأي شرط من شروط إلى شرط القوة والممارسة، ومعلوم أن العلاقة الدولية الحالية هي تنضبط لإعلان ترومان في 47، وهي كلها تنبني على أن القوة هي المحدد. إذن كيف يمكن نسج علاقات دولية ونسج أخلاق وتركيز أخلاق في إطار العلاقات الدولية في غياب القوى التي تحدد المسؤوليات وأدوار اللاعبين داخل هذه العلاقات؟ وشكرا. شكرا دكتور عبد الحق. إذن أمر معكم إلى تفاعل الجمهور معنا والمشاهدين عبر الصفحات الرسمية وعبر اليوتيوب، ولا زالت لحد الآن تريدوني الأسئلة تباعا، وهذا ينم عن تفاعل قوي جدا مع ما جاد به الدكاترة الأفاضل. مضطرة راغمة أن أنتقي بعد بعض الأسئلة، وإن كانت كلها عموما يعني ضرورية جدا وتلامس كل ما جاء في محاور الأربعة، لكن الشرط مسألة الوقت كالسيف على أعناقنا. فسؤال موجه للدكتور رفيع: ما هي شروط نجاح تنزيل الميثاق الإنساني الذي طرحه الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله على المستوى الوطني، وما مدى حضور المشرك الإنساني في الخطاب الدعوي عند الأستاذ ياسين؟ وكسؤال ثاني: كيف ينبغي للإسلاميين التعاطي مع الغرب، مع الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي من خلال تواطؤ الموقف الرسمي؟ لا تزال هناك أسئلة أخرى. بين قوة إمكان التحقق الفعلي على أرض الواقع والطوبوية المحلقة في فضاء المثالية الحالمة، ما موقع التصور الميثاقي الياسيني وطنيا وعالميا؟ ثم إلى أي حد يمكن تحقيق وحدة الإنسانية والميثاق الجامع والأخوة الآدمية ووحدة الرسالة الإلهية، ثم وحدة المصير في ظل جو ملغوم يتسم باستهداف الغرب للإسلاميين والمسلمين؟ واللائحة أيضا لا تزال طويلة، سأضيف سؤالا آخر بإذن الله. كيف نجعل من الشر المستهدف للأمة وسيلة لتقريب الشعوب الإسلامية؟ ألا تفكرون في وجود قناة تخدم هذا الهدف؟ إذن نعود مجددا إلى ضيوفنا الأكارم. سوف نحافظ على نفس الترتيب الذي بدأنا به هذه الجلسة الثالثة، فالكلمة موجهة للدكتور رفيع، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله للإخوة والأخوات المتفاعلين مع هذه المداخلة والمداخلات الأربع. أولا، ما يتعلق، أجمع هذه التساؤلات في محور واحد، ما يتعلق بقول الإمام في مختلف القضايا، سواء تعلق الأمر بالمشترك الإنساني أو تعلق الأمر بالأفق الاستراتيجي الذي يتحدث عنه من تحالف عالمي أمامي تقوده الأمة الإسلامية، ومن الخلافة الثانية القادمة. هذا الكلام كله ينبغي أن يوضع في سياق استراتيجي. الرجل يتحدث عن الأفق الحضاري الاستراتيجي، والحديث عن الأفق الاستراتيجي تحكمه منطق النهوض الحضاري الذي لا ينبغي أن نتعامل مع هذه الأقوال، أقوال الإمام في هذه القضايا الكبرى، بالشرط الزمني. إن تعاملنا مع هذه الأقوال الاستراتيجية العالية بمنطق الشرط الزمني الذي نوجد فيه والشرط المكاني وإكراهات الزمنية اليومية، فنحن نوشك أن نحرف الكلمة عن موضعه. ولذلك فالمنطق الذي أو المنطق الذي ينبغي التعامل به وتفسير به هذه الأقوال هو التعامل الذي يحكم نهوض الأمم، أي نهوض الحضارات وسقوط الحضارات، الذي يتعالى عن الزمن الجزئي إلى الزمن الكلي. ولذلك فالمنطق يحكمه أو في المسألة يحكمها منطق الأسباب والمسببات المرتبطة بالمجتمعات، بمعنى ينبغي تنضيج شروط النهوض الحضاري في الحديث. وإلا إذا ارتهنا إلى هذه الإكراهات وهذه التحديات وواقع الأمة المطردي على مختلف المستويات، معنى ذلك هل هذا يعود بالنقد والمراجعة على الأصل، وهو أن الخلافة الثانية مثلا قادمة؟ هل لأن الواقع يعني يبعدنا تماما عن شيء اسمه النهوض الحضاري، هل معنى ذلك أننا نشكك في أصولنا وفي هذه المبشرات المستقبلية القادمة قطعا ويقينا؟ أبدا، بل معنى ذلك، وهذا يسود للأسف في كثير من الأوساط، وهو أن مثلا ما يجري الآن من التطبيع هو قدر مقدور، لأن الكيان الصهيوني على سبيل المثال التي تحدث عنه الإمام باستفاضة، لأنه قوي ولأنه له تحالفات قوية ودولية، وأن واقع الأمة واقع مستضعف وضعيف، ولا بد من باب الواقعية أن نعترف بهذا، أن ندخل في مسلسل التطبيع. فهذا لا يقول به عاقل، لكن من يفكر بشروط الوضع الراهن والزمن الراهن الذي كبله من جميع الأوجه يمكن أن يسقط في هذا المطب وفي هذه الخطيئة. لكن العاقل اللبيب النبيه الذي يفكر بالتفكير الحضاري والنهوض الحضاري الذي تحكمه شروط حضارية كلية تتعالى عن الإكراهات اليومية الزمنية، فإنه يستطيع أن يتفاعل بإيجابية مع أقوال الإمام، ويستطيع أن يضع أقوال الإمام في سياقها الحضاري، لأنه يتحدث عن الإنسانية ويتحدث عن الدفاع عن الإنسانية ويتحدث عن التحالف مع الإنسانية من خلال المؤسسات التي ذكرت. فالرجل يتحدث عن تنزيل الميثاق، معنى ذلك أنه يتحدث ابتداء عن الدخول إلى مؤسسات إقليمية قرية، نتحدث عن مؤسسات عدم الانحياز، نتحدث عن الاتحاد الإفريقي، نتحدث عن جملة من المؤسسات القرية والإقليمية، يستطيع المسلمون أن يدخلوا إليها، يستطيع المسلمون أن يتفاعلوا معها بعد أن يكونوا، وقد تحدثوا عن المستوى الوطني، تنزيل مفهوم الميثاق على المستوى القطري المحلي الوطني لكي يتفاعل ويتكامل مع التنزيل على المستوى الإقليمي ثم التنزيل على المستوى الإمامي. فهي ثلاث مستويات متكاملة، غاية في الواقعية، غاية في حسن التنزيل، لكي ننتظر بإذن الله تعالى هذا الذي سماه بالتحالف الإنساني الأممي، وسيأتي الله به إن شاء الله تعالى عاجل غير أجل. وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيلا أستاذ الدكتور محمد رفيع، على احترامك الوقت وأيضا على هذه الإضافة المتميزة. أمر مباشرة للأستاذ شعيب عاهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر المتدخرين على تفاعلهم وعلى مداخلتهم القيمة. رحم الله تعالى الإمام ياسين وأجزاء له العطاء
على ما قدم لأمة رسول الله، وجزاه الله خيرا على الإرث العظيم الذي خلفه وعلى التراث الذي تركه لهذه الأمة. إذا كان المؤرخون يدونون تاريخ موثقين للماضي كما فعل صاحب المقدمة في ديوان عبره، فالإمام ياسين أرخ للمستقبل، فهو يعرض الكثير من القضايا والإشكالات التي تقد مرجع الحاضر وتؤرق المختبرات والخبراء. وكما تعلمون في العالم ما بعد كورونا وقبلها يحتاج المقاربات وحلول إبداعية للإجابة على تحديات الواقع العقيمة العميقة، مثل الصراع الدولي، تنامي مناطق الاشتباك المسلحة وخصوصا في الجغرافيا الإسلامية، وتنامي سباق التسلح وانحباس حراري والتهديد الخطير للمحيط الحيوي للإنسان، وتقيير شعوب وتفاشي مجاعات والأوبئة، وما لذلك من نتائج كارثية تؤدي لهجرات جماعية وانتشار العنف مختلف أشكاله، وما لذلك من تأثير على الأمن والاستقرار العالميين. بحث القضايا الدولية كما تعلمون وإشكالاتها الراهنة المستقبلة في نظرية المنهاج هي محاولة جدية لتقديم أجوبة وحلول وعملية إجرائية استشرافية يسترشد بها الباحثون عاملون نهضة الأمة وبنائها أو بناء مجدها من جديد. فلا قيمة لعلم لا يقدم حلولا لهموم الأمة وانشغالاتها. نائما ياسين وضع خارطة طريق واضحة المعاني مجملة موجهة مبينة لأهمية أو لأهم التفاعلات العميقة والجدية والواعية التي تؤثر على الأحداث الدولية والتي تجعل الاستكبار العالمي مؤثر وفاعل ويؤثر على الشعوب. ولكن للأسف الشديد نلاحظ كدارسين ضعف تعاطي الخبراء والباحثين في هذه الأمة والاهتمام بقضاياها، فلذلك وهكذا نلاحظ قلة كتابات تخصصية موجهة للتعامل مع السياسات الخارجية الغربية، ولا توجد مختبرات تفكير مرجعية وخبراء ذو مكنة، وبالتالي يكون هذا له تأثير على الأمة. ومن نافية القول أن نعتبر أن الوعي الاستراتيجي يقود بالتغيير الاستراتيجي. من أجل ذلك نحن مدعوون جميعا لإعطاء هذا المشروع الضخم والإرث الكبير الذي خلفه الإمام الاهتمام المستحق بتفعيل ما أجمله أو تفصيل ما أجمله وتدقيق ما اقترحه في مشاريع إجرائية استشرافية استراتيجية بنائية إحيائية في موضوعات العلاقات الدولية. فنداءات الإمام ياسين كانت قوية واضحة واثقة إيجابية أن العالم يمكن أن يكون فضاء للتعايش بين ساكني هذا الكوكب، فضاء للحرية، فضاء للإنسان المكرم. هذا الكون الجامع لا بد أن يجمعنا جميعا، حيث تتضافر جهود الجميع من أجل بناء جسور للتواصل والحوار والعمل المشترك مع فضلاء العالم وأحراره من أجل العدل الدولي والتراحم الإنساني. مسألة أساسية تطرق لها المتدخلون هو أن نحن مدعوون الآن إلى تفكير جديد، إلى تعاطي جديد، نحاول من خلاله أن نبرز أهمية المقاربات الجديدة التي ينبغي أن تطغى على الساحة الدولية وعلى منطق العلاقات الدولية، ولا بد من ترجيح الأخلاق الكوكبية على الأبعاد، على باقي الأبعاد الأخرى في التعاطي مع العلاقات الدولية، وذلك بترجيح الأبعاد الأخلاقية في السياسة الدولية بعيدا عن المنطق البرغماتي والسياسات النفعية التي سادت لعقود من الزمن على حساب مصالح الشعوب. ومن هنا كمتابعين يمكن أن نشاهد ونلمس الدعوات المتصاعدة لدول الجنوب بإصلاح أجهزة الأمم المتحدة، والإمام ياسين يقترح مدخلا أساسيا من خلال القانونية الدولية للمساهمة والفعل والتأثير سواء للدول أو المنظمات أو الخبراء، وهذا هو مكان أو ساحة مهمة لالتقاء مختلف الفاعلين المؤثرين أصحاب الضمير الإنساني أصحاب الفضلاء وذوي المرآة وأحرار العالم من أجل العمل المشترك لتجسير الهوى من أجل التلاقي حول قضايا العدل الدولي والتراحم الإنساني، ونجعل أو نرتفع عن التعاطي النفعي مع العلاقات الدولية وموضوعات حقوق الإنسان. كما تعلمون لقد سماها الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون أنها هي ساحة المعارك الأساسية، وبالتالي فاشتغالنا جميعا على أوراش حقوق الإنسان وعلى ميثاق سلم أممي للعالم يمكن أن يفتل في هذا
هذا الحبل يمكن أن يقرب ما بين الشمال والجنوب، يمكن أن يقرب ما بين فضلاء وحرار العالم، يمكن أن يشكل رافعة أساسية للتأثير، يمكن أن يشكل رافعة أساسية للضغط نحو جعل خيارات شعوب في ترتيب الأولويات تكون في مقدمة هذه الأولويات. نعم، بعد جائحة كورونا كما تعلمون شاهدنا أن العالم أصبح تأثيرات هذه الجائحة على الجوانب السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أصبحت تطال كل الرقعة الجغرافية لساكن العالم، وبالتالي أصبح العالم ما بعد جائحة كورونا ينبغي أن ننظر له كخبراء وكمؤثرين بمنطق آخر، أن ننظر له من زوايا أخرى، زوايا الشعوب وزوايا الضمير الإنساني العالمي الذي يمكن أن نرفع له شعارا أساسيا وهو من أجل العدل الدولي والتراحم الإنساني. شكرا لك. شكر الله لك أستاذ عهدي، ولا شك أن مداخلتك كانت مقنعة، فقد وظفت مهنتك جيدا بما فيها من قوة إقناع وتقديم كل الأدلة بإذن الله. أمر مباشرة إلى الدكتور بشير السيود فليتفضل. مشكورا. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، من تونس أحييكم. كان بودي أن أقدم المداخلة مباشرة ولكن تم تسجيلها، أرجو أن يكون قد تحقق المعنى. الهدف من هذه المداخلة هو إعادة النظر في المسألة التربوية، أي تحويلها إلى فعل ميداني اجتماعي حتى نتمكن من تحصين المجتمع الإسلامي، وبذلك يصبح قادرا على مواجهة مختلف التحديات التغريبية. لذلك نحن في حاجة اليوم إلى أن نعيد العلاقة بين النخبة والمجتمع، إذ هناك انفصالا كبيرا أو قطيعة بين النخبة والمجتمع. هناك النخبة تعيش في برجها العاجي في حين أن المجتمع منفصلا عن نخبته، لذلك لابد من إعادة ترتيب هذه العلاقة. كذلك المجتمع الإسلامي في حاجة إلى أن يعيد الثقة في نفسه، وكل هذه المحطات أو كل هذه المفاصل التربوية قد أشار إليها الشيخ رحمه الله عبد السلام ياسين في مداخلاته، وقد ذكرتها أكثر توضيحا في المداخلة تم ذكرها. لذلك أجدد شكري لكم ولكافة المؤسسين أو لكافة المنظمين لهذه الندوة، وأرجو لكم التوفيق من تونس، والسلام عليكم. دكتور بشير، انتظر معنا بعض الدقائق بإذن الله. هناك سؤال موجه حقيقة قد غفلت عنه ضمن باقي الأسئلة، وهو ما هي قراءة الدكتور البشير لإدماج الأستاذ ياسين للمطلب العرفاني والسلوك التزكوي في العمل الدعوي والتدافع الاجتماعي والسياسي؟ ألا يعتبر هذا تجديداً ميز تصوره للمسألة الروحية وموقعها المركزي ليس فقط في بناء الإنسان وإنما في بناء المجتمع أيضاً؟ مشكلة المسألة العرفانية مسألة معقدة نسبياً، أو التصوف بصفة عامة، لأن مشكلة التصوف إذا وقع بين العوام يصبح مشكلة، أحيانا تحول إلى ضرب من الدروشة، أو بينما أن التصوف هو المحدد أو هو المرجع الأساسي لبناء المجتمع. التصوف يجب أن يقع بين يدي النخبة، أي أن النخبة تتحلى بأخلاق التصوف حتى يتحول التصوف إلى عرفان. العرفان هو ليس مجرد شطحات، بل هو الجمع بين الدين والسياسة، لا الجمع الكيميائي بين الدين والسياسة، ولكن الجمع من الجانب التربوي، أي أن الدين يحث على التربية، وعندما يكون الإنسان مرجعته الدينية تربوية فإنه بذلك ستكون سياسته أو مرجعته السياسة طريقة عملية، أي طريقة أخلاقية، أي أخلاقة السياسة. كذلك الشيخ ياسين يؤكد على البعد التربوي إلى الإنسان، لأن الإنسان يبدأ ببناء الذات، وعندما
تتكون الذات، طبعا تتكون المجتمع، ويتكون المجتمع الضيق ثم المجتمع الأكبر، وبعد ذلك يتقل الإنسان من الذاتية إلى الكونية، أي يصبح المجتمع الإسلامي محصنا وقادرا على مواجهة مختلف التحديات. شكرا جزيلا دكتور السيود. ومباشرة مع آخر متدخل الدكتور بدران بالحسن. دكتور بدران لك الكلمة. شكرا أستاذة، بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحيي القائمين على هذا النشاط العلمي والفكري المهم، وأحيي الحضور جميعا، الأساتذة الذين قدموا والجمهور الذي حضر هذه الجلسات التي هي جلسات في الحقيقة تجمع بين البعد العقلي والروحي والفكري. ويعني تعقيبا على ما أثره أحد المتدخلين فيما يتعلق بخطاب الآخرة والأخ الذي تحدث عن ضرورة ضبط المفهوم المشترك، في الحقيقة حينما نقرأ كتابات الأستاذ عبد السلام ياسين فيه بعد مهم جدا تفتقده الحضارة الإنسانية المعاصرة. الحقيقة الحضارة الإنسانية المعاصرة يعني بلغت أوجها شكليا وبلغت قمتها في الإنتاج العقلي والفكري، لكن هناك إخفاق روحي كبير جدا. لما تقرأ كتابات الدكتور الشيخ عبد السلام ياسين، هذه اللمسة الروحية، هذا البعد الإيماني الذي تفتقده البشرية كثيرا، أشار إليه المسيري كثيرا في كتاباته، وهو أن الإنسان المشترك الإنساني ليس مشترك عقلي فقط بل المشترك الروحي. يعني الإنسانية فيها في جوهرها تطلع إلى الخلود، تطلع إلى السماء، تطلع إلى تجاوز إخفاقات الأرض، إلى 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 تجاوز إكراهات الواقع، أن تتمسك بمعيار وبميثاق يوصلها إلى ما بعد هذه اليوميات الجزئية المتعاقبة خلف بعضها البعض. ولذلك أنا في المقالة سميتها المقاربة بالإحسان، بمعنى لما نأتي إلى تحديد القضايا المشتركة التي من ضمنها المصير، سواء المصير الدنيوي أو المصير الأخروي، هذه نقاربها منهجيا بالحوار. والحوار لماذا؟ ليس الجدل، الحوار جوهره هو محاولة فهم الآخر، فالفهم يرفع كثير من الالتباسات، يرفع كثيرا من سوء الفهم، والحوار يفتح أفق آخر كما يقول الأستاذ طه عبد الرحمن، الحوار أفق للفكر. لماذا؟ لأن الحوار يجعلني أوصل فكرتي كما هي دون مجاملة ودون تلفيق ودون محاولة ركوب مغالطات لإقناع الآخر، وإنما لتوصيل فكرتي. أنا باعتباري مسلما أوصل الإيمان بالآخرة باعتباره صمام أمان، وباعتباره أن الإنسان موجود للاستمرار إلى ما بعد موته، وقصر حياته على الحياة الدنيا هو يعني حشر للحياة في زاوية ضيقة جدا. ولهذا لما تقرأ كتابات الأستاذ عبد السلام ياسين، هذا البعد الإيماني، البعد الروحي الذي تفتقر إليه الإنسانية اليوم، يمكن أن ندخل منه ونحدد ضمنه مشترك مهم جدا، وليس بالضرورة أن نؤدي إلى ما يسمى بوحدة الأديان أو لتخوف منها كثير من الناس. بعبارة أخرى، لابد من البحث عن المشترك الإيماني الذي عن طريقه نربط الإنسان من حيث هو إنسان بالله سبحانه وتعالى، نعرفه بالله، لأن تعريف الإنسان بالله يجعله يحبه، فإذا أحب الإنسان الله سبحانه وتعالى تجاوز كثيرا من إخفاقات الضمير. بالنسبة لي هذا أمر مهم جدا. ربما نظرية المنهاج النبوي، الكثير من الناس تطرقوا إلى الجوانب الشكلية والعقلية والفكرية والفقهية،
لكن البعد المهم جدا في أطروحة عبد السلام ياسين أنك لما تقرأها تجده يخاطب قلبك، يخاطب روحك. وكثير من غير المسلمين، سواء مسلمين أو غير مسلمين، أنا لن أتكلم عن العلاقات الدولية أو صراع الدول، وإنما تحدث عن إنسان من حيث هو إنسان يحتاج أن نقترب إليه ونوصل إليه الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وتقريب الخير وتقريب البعد الروحي للناس الذي جاء به خط النبوة ليس استبعادا للنقاش العقلي ولا للفعل الواقعي، وإنما استكمال لأبعاد إنسانية الإنسان. الآخر الذي تحدث عن ضرورة ضبط المفهوم المشترك، نعم أنا أوافقك تماما، وهذا الضبط يكون من خلال الحوار، من خلال النقاش، ومن خلال نقد المفاهيم السائدة من حيث مرجعيتها، من حيث بناها. يعني كثير مما يسمى مشتركا، مثلا خطاب حقوق الإنسان كخطاب كفكرة هو مشترك، لكن المضامين فيها تحيزات كثيرة بحيث تفرض هذه المضامين ليس بمنطق قوة الفكرة وإنما بمنطق فكرة القوة، فتفرض على الدول قوانين معينة باسم حقوق الإنسان ليست لها صفة العالمية ولا صفة الإنسانية ولا صفة الإخلاقية. ولهذا مهمتنا أن نفتح النقاش مع الآخر المسلم وغير المسلم لتحديد الكل المشترك وتحديد الجزء الخاص، حتى لا يقع تلفيق في المفاهيم وفرض ما هو خاص باعتباره عاما وكليا ورفض ما هو كلي وعالمي وجعله خاصا. والحوار هو السبيل الوحيد للمثقفين ولأهل العلم وللدعاة، وأنا أعتبر الأستاذ عبد السلام ياسين وضوح مرجعيته في الانتماء إلى خط المنهاج النبوي أمر مهم جدا، لأنك إذا أردت أن توصل الفكرة الإسلامية ينبغي ألا تستحي من بيان مرجعيتها، لأن مرجعيتها هي خط النبوة وليس تلفيقات تاريخية أو تطبيقات تاريخية. أختم كلمتي مرة أخرى، أتمنى من الإخوة أن يعقدوا ندوات مستقبلية تتعلق بهذا الجانب الروحي. كثير من الناس الاقتراب إليهم ليس بالضرورة اقترابا عن طريق العقل كما يقول إقبال، لأن الإدراك العقلي إدراك براني، لكن الإدراك الروحي وإدراك جواني، ولا نخاف من هذا البعد الروحي بدعوى أن التصوف وقع له تحريف. التحريف وقع لكل المدارس، وكذلك الخير موجود في كل المدارس. مهمتنا نحن كباحثين مستقلين أن نمارس عملية النقد فنخلص الكلي مما علق به من جزئية التاريخ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. شكرا جزيلا دكتور بدران على هذا الرد الجامع المانع. أذكر السادة المشاهدين أننا لازلنا بإذن الله في هذه الجلسة الثالثة، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله في الجلسة الرابعة والتي ستكون على الساعة الثالثة بإذن الله. فشكر موصول للدكاترة الأفاضل على توضيحاتهم وعلى ردودهم المتناسقة المتناغمة مع الطرح الذي تقدموا به ومنذ أن ابتدأت هذه الجلسة. وما علق بذهني هو أنه من صحت بدايته أشرقت نهايته، فكانت البداية كلها صحيحة ومشرقة، فأكيد بإذن الله النهاية ستكون مشرقة. فالإنسانية الآن وأكثر من أي وقت مضى تعيش تحديات عالمية لا مناص من العمل المشترك بديلاً لمعالجتها ورفعها، انطلاقاً من الشعور بوحدة الانتماء للأرض، وحدة الانتماء للإنسانية، ووحدة الانتماء إلى المصير. لكن تبقى هذه النظريات على أهميتها وراهنيتها دون جدوى إذا لم تجد سبيلاً إلى التنزيل. لذلك فالمشروع التصوري المنهاجي للأستاذ عبد السلام ياسين ليس فقط تأملاً فلسفياً حالماً يصف ما هو كائن، بل هو خطة عملية إثر خطوات على أرض الواقع لتغيير ما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون،
وما يجب وما يحب المولى عز وجل بالوصف الذي يحب. كنتم خير أمة أخرجت للناس بما أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأمنا بالله. أمضينا مشاهدينا الأكارم رفقة الدكاترة الأجلاء أوقاتا ماتعة بين يدي الجلسة الثالثة ضمن المؤتمر الدولي لمؤسسة الإمام عبد السلام ياسين. بهذا نكون قد شرفنا على متم أشغال هذه الجلسة القيمة في محور المشترك الإنساني في فكر الأستاذ عبد السلام ياسين. كان معنا الدكاترة الأستاذ محمد رفيع، شعيب عاهدي، دكتور بشير السيود، والدكتور بدران بن الحسن. فلكم منا جزيل الشكر، ولكل من ساهم وأسهم وحضر وحاضر، ولكل متتبعينا الأفاضل نحسهم معنا عبر هذا الفضاء، وإن كان افتراضيا وواقعيا فأكيد أن مشاركاتكم وأنفاسكم تصلنا هنا إلى هذه الجلسة. أقول قولي وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يذكر الفقد بالغالي وسيرته قولا وفعلا وحالا من ذرى عممي، فرع لأصل علا بالمجتبى قمما، أنعم به من أصيل طاهر الذمم. أب عطوف وزوج صالح سند، جد رؤوف وصهر صائن الحرم، خل دليل على الخيرات رائدها، إلى الذرى بسنا منهاج مقتحم. صلوا على المصطفى الهادي وعترته، ما حن قلب إلى الخضراء والحرم. ما اشتاق صب لأحباب له رحلوا، أواه هل من عزاء في دون العدم.